أهلا بيك مرة تانية. القاعدة اللي موجودة عندنا في الوحدة التانية هي الصفات، مساواة ومقارنة وتفضيل، زائد شوية ملاحظات على الصفات بشكل عام. محتاجك تركز معايا في الدرس ده لأنه بسيط وسهل، مش محتاج منك مجهود في المذاكرة، سهل إنه يخليك تجيب مجموع أعلى في الإنجليزي، زائد إنه موجود كوحدة أساسية في تالتة ثانوي، فلو أنت ذاكرته دلوقتي هتلاقي إن أنت بتجيب مجموع كويس في تانية، وهتلاقي إن أنت برضو استريحت أو خلصت وحدة كانت مقررة عليك في تالتة ثانوي. فركز في كل كلمة هتتقال وما تنساش تعمل شير إن شاء الله لو الفيديو عجبك. قبل ما أبدأ في المقارنة والتفضيل لازم تبقى عارف أصلا يعني إيه صفة. الصفات هي جزء أساسي من تكوين الجملة parts of speech، وبالتالي أنت لازم يكون عندك معلومات ثابتة عنها بغض النظر هل هي موجودة كقاعدة عندك في اليونت أو في المنهج كله ولا لأ. فلازم تبقى عارف يعني ايه صفة وعارف هي المفروض بتيجي فين في الجملة. الصفة هي عبارة عن كلمة بتوصف الاسم وبتيجي قبله. الصفة في الإنجليزي هي كلمة بتوصف الاسم وبتيجي قبله. ملحوظة زي دي هي حاجة بسيطة قوي، بس ممكن تسأل عليك وانت بتحل، ممكن في مرة وانت بتحل تلاقي ان بعض النقط في اسم ومحتاج ان انت تختار كلمة من وسط 4 اختيارات او 5 اختيارات. كده انت عارف ان ملام النقط بعدها اسم، يبقى الحاجة اللي بتيجي قبل الاسم هي الصفة، فتختار صفة قبل الاسم ده، فخلي بالك من كل كلمة هتتقال. في ملاحظات تانية برضو على الصفات ممكن تلاقي ان في اسئلة عليها وانت بتحل، فتعال نشوف الملاحظات دي قبل ما نخش على المقارنة والتفضيل. اول ملحوظة من الملاحظات دي هي ان في شوية افعال بجيب بعدهم صفات. في افعال كده لما بتشوفهم بتتأكد انك هتجيب بعدهم صفات. الافعال دي زي verb to be اللي ترجمته يكون، او كلمة look وsound وseem اللي التلاتة ترجمتهم يبدو، smell معناها ذو رائحة، taste معناها ذو مذاق، كلمة stay معناها يظل، get معناها يصبح، وbecome برضو يصبح. الأفعال دي كلها أفعال عادية، بس كلمة be اللي هو verb to be، لو ما تعرفش يعني verb to be، ف verb to be ده ترجمته يكون وليه كذا شكل. في المضارع بيكون am و is و are، في الماضي بيكون was أو were، وفي التصريف التالت بيكون كلمة اسمها been. لو مش عارفه أو مش فاهمه فأنت محتاج تراجع verb to be ده. تعال ناخد أمثلة. قول لك she is calm إنها هادئة، she sounds calm تبدو هادئة، she looks calm تبدو هادئة، she seems calm برضو تبدو هادئة، والمثال الأخير the food tastes good الطعام ذو مذاق جيد. هنا كل الأفعال دي أنا جايب بعدهم صفات، كلمة calm معناها صفة أو معناها هادئ دي صفة، وكلمة taste أو كلمة good هنا صفة بمعنى جيد، هي هنا المفروض كلمة taste هي اللي تكون بالأحمر. The food tastes good الطعام مذاقه جيد. دي أول ملحوظة على الصفات، إن أنا بجيب صفات بعد أي فعل من دول. الملحوظة التانية إن في صفات ما ينفعش أجيب بعدها اسم. إن أنا متعود إن أنا بجيب صفة علشان توصف لي اسم بعدها. قال لك لا، في صفات معينة الصفات دي ما ينفعش أجيب بعدها اسم، زي صفة afraid اللي معناها خائف، ودي تعتبر أشهر واحدة فيهم، كلمة ashamed معناها خجلان، alone معناها وحيد، alive معناها حي، glad مسرور، pleased معناها مسرور برضو، asleep معناها نائم، awake اللي عكسها معناها مستيقظ، كلمة alike معناها متشابه. فأقول لك she is afraid إنها خائفة، she was ashamed كانت خجلانة، she is alone إنها وحيدة، she seems alive تبدو حية، we are alike نحن متشابهون. هنا في حرف النون ما كانش ينفع أي واحدة من دول، أي صفة من دول تجيب لي بعدها اسم. فجبت لك في الاختيارات afraid، تختار afraid، ولا مثلا an afraid boy، كلمة boy معناها ولد، دي اسم عرفت انها اسم عشان قبلها أداة النكرة اللي هي الان، فلا دي غلط، تختار دي لان كلمة afraid صفة من الصفات اللي انا مش بجيب بعدهم اسماء. دي ملاحظة تانية. وبالنسبة للملاحظة التالتة ان انت احيانا ممكن تحول الصفة لاسم. الصفة هي كلمة بتوصف الاسم، فانت بتجيب صفة زائد اسم. احيانا الصفة نفسها بتتحول لاسم، ازاي؟ بتجيب قبل الصفة دي أداة المعرفة اللي هي الظاء. طيب انا ليه بحول الصفة لاسم؟ بتحول الصفة لاسم علشان تحولها او علشان تعبر عن مجموعة الاشخاص اللي بيتصفوا بالصفة دي. يعني انت عندك شخص طماع، ادي واحد طماع، وواحد تاني طماع، واحد تاني طماع،
كلهم بيتصفوا بصفة الطمع. طيب الناس اللي بيتصفوا بصفة الطمع بسميهم ايه؟ بسميهم الطماعين. طيب بالانجليزي بجيبها ازاي؟ او بقول الناس اللي بيتصفوا بصفة معينة بقول اسمهم ازاي؟ بتقول الصفة دي وقبلها كلمة ضار. يعني مثلا كلمة فقير poor، كلمة كبير او قديم معناها old، كلمة قوي معناها strong. دي صفات، قوي او كبير وقديم او فقير، دي عبارة عن صفات. لو حاولت تحول الصفات دي لاسماء حط لي بس قبلها ضار. فكلمة the poor هنا معناها الفقراء. the poor should be helped، يجب مساعدة الفقراء. كلمة poor الصفة لما حطيت لها ضار في الاول اتحولت لاسم، فضار لما بتدخل على الصفة الصفة دي بتتحول لاسم. كلمة the poor هنا بتساوي the poor people. كلمة people معناها الناس، فلما تقول الناس الفقراء هي لما تقول the poor الفقراء على طول. علشان كده لما تحب تقول او تجيب اسم الاشخاص اللي بتصفوا بصفة معينة ما بتقولش the poor people او the صفة بعد كده كلمة people الناس. مش بنستغرب من الكلمة دي، بنجيب على طول الصفة وقبلها كلمة the. فأقول لك the strong الاقوياء، the old القدماء. خلاص ذا زائد الصفة كده انت حولت الصفة دي لاسم. الملحوظة الرابعة هنا هي حاجة اسمها ترتيب الصفات. يعني ايه ترتيب الصفات؟ يعني انت عندك مثلا اسم زي كلمة تيبل اللي معناها ترابيزة، وعايز انت توصف للترابيزة دي، عايز توصفها بس هتوصفها بكذا حاجة. كلمة وودن معناها خشبي، ايطاليان معناها ايطالي، براون معناها بني، سكوير معناها مربع، اولد معناها قديم، سمول معناها صغير، نايس معناها لطيف. فكل دي عبارة عن صفات، 2 4 6 8 صفات. طيب الثمان صفات دول انا هوصف بيهم اسم واحد اللي هو كلمة تيبل. احطهم ورا بعض ازاي؟ هل احطهم باي ترتيب؟ يعني الخبط احط دي هنا واجيب دي هنا عادي؟ قال لك لا، في ترتيب معين للصفات لازم تمشي بيه لما تيجي تحطهم قبل الاسم بتاعك. ايه هو الترتيب ده؟ الترتيب ده انه اولا لازم تجيب رايك، الاوبينيون اللي هو الراي، لازم تقول رأيك فيها. هل انت شايفها نايس جميلة، بيوتيفول برضو جميلة، باد سيئة؟ لازم تقول الأوبينيون او الرأي، رأيك في الترابيزة دي او في الاسم بتاعك ده. بعد كده دي الحاجة الاساسية دي اللي لازم تيجي في الاول. بعد كده بيجي الحاجة اسمها الفاكت ادجكتيفز او الصفات اللي بتعبر عن حقيقة جوه الترابيزة دي. يعني رأيك انت في الترابيزة ممكن يختلف، انا شايفها نايس، حد تاني مش شايفها كده. فالصفة المختلفة او اللي بتتغير حسب الشخص التاني هي الاوبينيون او الرأي، فدي بنجيبها في الاول. اما الحاجات التانية اللي هي حقائق بقى اللي هو وصف للترابيزة دي، ده بيكون جاي بعد كده. اول حاجة بتجيبها بتجيب الصفة اللي بتعبر عن السايز او الحجم، تاني حاجة بتجيب الصفة اللي بتعبر عن الايج او السن، تالت حاجة الصفة اللي بتعبر عن الشكل، بعد كده اللون، بعد كده الاصل، بعد كده الماتيريال، بعد كده حاجة اسمها اليوزد فور او الاستخدام. المفروض تبقى حافظ الترتيب ده، فعلشان نسهل على نفسنا حتة الحفظ بتاع ترتيب الصفات دي هنجمعه مع بعض في كلمة اسمها اوسا سكوم. مين اسس كوم دي؟ دي عبارة عن اختصار احنا كوناه عن طريق ان احنا اخدنا اول حرف من كل كلمة من دول، والتعبير يوزد فور ده او استخدام حولناه ل purpose او اللي هو الغرض. فلو اخدت اول حرف من كل واحدة من دول وحطيتهم مع بعض هتطلع لك كلمة اسمها اسس كوم. فتلاقي ان حرف الاو اللي هو اول حرف opinion، s size، a age، s shape، C color، الأو التانية origin، الM الماتيريال المادة الخام اللي هي مصنوعة منها، الP هي purpose أو الاستخدام بتاع الحاجة دي. فدي الطريقة اللي احنا بنرتب بيها الصفات، ودي مش حاجة مهمة قوي. عادة ترتيب الصفات مش بيجي، بس هي حاجة موجودة وملاحظة موجودة محتاجة ان انت تبقى عارفها. تعال بقى نخش على الجزئية بتاعتنا أو نرجع للجزئية بتاعتنا وهي المقارنة والتفضيل. اتفقنا ان الصفة هي كلمة بتوصف الاسم وبتيجي قبله. تعال نكمل. الصفات زي طول، طويل، سمارت، ذكي، بريتي يعني جميل أو جميلة. لما تحب تقول لشخص أنت ذكي باستخدام الصفة اللي هي سمارت دي هتقول you are smart، أنت ذكي. عادة لما بتوصف حد بتوصفه يا إما في زمن المضارع البسيط يا إما الماضي البسيط. لما توصف شخص جملة الوصف دي بتكون يا إما مضارع بسيط يا إما ماضي بسيط. ده كده استعمال الصفة العادية، مش صفة المقارنة ولا المساواة ولا التفضيل.
ايه بقى حته المساواه والتفضيل اللي بيتغير في الصفه؟ اللي بيتغير ان انا ما بقتش عايز اقول لك انت ذكي، ما بقتش عايز اوصفك انت في المطلق، لا انا عايز اقارنك بحد تاني او افضلك على مجموعه، وبالتالي الصفه الاصليه ما بقتش تنفع. يعني الصفه الاصليه ترجمتها ذكي، خلاص هستخدمها بمعنى ذكي، انما الصفه اللي انا عايز اقولها هي اذكى، انت اذكى من، او عايز اقول انت الاذكى بين. هنا الصفه ما بقتش تنفع، الصفه العاديه كده بشكلها العادي ما بقتش تنفع، فبتضطر ان انت تحولها لمقارنه لو بتتكلم على مقارنه ما بين طرفين، او بتتكلم على تفضيل لو بتقارن طرف بعده اطراف تانية. بالنسبه للمقارنه والتفضيل انت هنا بتحاول تغير في شكل الصفه بحيث انها تتحول او بحيث ان شكلها يكون مميز، اي حد يشوفها يعرف انها مقارنه او يعرف انها تفضيل. فبتبدا ان انت تحط للصفه بتاعتك ER وتجيب بعدها كلمه than، صفه ER than كده انت بتعمل مقارنه، والمقارنه دي عاده ترجمتها بتكون اكثر زائد صفه. يعني كلمه ذكي هي صفه عاديه، لما احولها لمقارنه بالشكل ده فتبقى smarter than، اذكى من او اكثر ذكاء، اكثر ذكاء او اذكى من. وكلمه than ترجمتها يا شباب من، لما تحب تقول اكثر صفه معينه من بتستخدم صفه ER than، كلمه than دي هي اللي ترجمتها من. ولو الجمله بتاعتك ترجمتها ما فيهاش من، ترجمتها بالعربي ما فيهاش من، فانت ساعتها مش محتاج كلمه than. ولو مش بتعرف تترجم قوي برضه هوريك ازاي ممكن تتعامل مع حاجه زي كده واحنا بنحل. تعالى ناخد مثال، you are smarter than your friends، انت اذكى من اصدقائك. هنا smart هي الصفة بتاعتي، لما حبيت احولها لمقارنة عملت ER، حطيت لها ER، بعد كده كلمة than، اذكى من، كلمة than بجيب بعدها الطرف الثاني من المقارنة، واللي بيكون عادة يا اما عبارة عن اسم يا اما جملة كاملة. كلمة than هتجيب بعدها الطرف الثاني من المقارنة، بيكون يا اما اسم يا اما جملة كاملة، وعادي ان الطرف اللي بعد than يكون كلمة جمع، مش شرط ان هو يكون كلمة مفرد. انا بقول لك انت اذكى من اصدقائك، ما دام قلت لك اذكى من كده انا بتكلم على مقارنة، يعني بعمل او بحط صفة ER than، عادي ان الطرف الثاني اللي بعد كلمة than يكون اسم جمع، مش شرط ان هو يكون اسم مفرد، ما دام than موجودة فعادي. تعال ناخد مثال كمان، she is younger than me، هي اصغر مني. young صفه بمعنى صغير في السن، حطيت لها ER حولتها لمقارنه، وعلشان انا جاي في الطرف الثاني من المقارنه الشخص اللي انا بقارنك بيه، عشان كده حطيت قبله كلمه than، she is younger than me، هي اصغر مني. المثال الاخير، you are big، انت كبير، but he is bigger، لكن هو اكبر. شايف هنا كلمه bigger هي الصفة بتاعتي، حطيت او ضعفت حرف الجي، بعدين حطيت ER. المهم هنا ان انا جبت صفة بER، يعني صفة مقارنة، بس ما جبتش بعدها كلمة than. ايش معنى؟ لان الطرف الثاني من المقارنة انا مش جايبه في نهاية الجملة. لو عايز اقول هنا كلمة than ما ينفعش اقول but he is bigger than، لا اقول but he is bigger than me، او but he is bigger than you، انت او انت كبير لكن هو اكبر منك. يا اما تقول هو اكبر وبالتالي تخليها بالشكل ده كده ما تجيبش بعدها than، يا اما تقول اكبر منك فتحط مثلا but he is bigger than you. المهم ان في نهاية الجملة ما ينفعش تكون كلمة than، كلمة than بتيجي في نص الجملة، بيكون بعدها الاسم او بيكون بعدها جملة كاملة، انما ما ينفعش كلمة than تكون هي اللي موجودة في نهاية الجملة. فلما تلاقي اختيارات كده او جملة معينة وتلاقي نقط في الاخر، طول ما النقط في الاخر دي ما تختارش كلمة than، ما تختارش اي اجابة بتنتهي بكلمة than، ده غلط. طيب تعالى ناخد سؤال، بقول لك I may be smart، ربما اكون ذكيا، but you are not، لكن انت نقط. وعندك الاختيارات دي smarter، smarter than، smarter than me، ولا A و C اللي هي دي ودي. وطبعا الاجابه هنا هتكون smarter و smarter than me. زي ما اتفقنا كلمه than ما ينفعش تيجي في نهايه الجمله، وبالتالي دي غلط. ممكن اقول but you are smarter، لكن انت اذكى، او but you are smarter than me، انت اذكى مني، ف A و C ينفع. دي كده هي المقارنه. بالنسبه للتفضيل فانت بتكون عايز تقول الاكثر في صفه معينه، الشخص ده هو الاكثر او الاعلى في صفه معينه،
واللي بيميزها عن المقارنه هو الالف واللام. فدايما هتلاقي ان مع التفضيل بتجيب ذا، اداه المعرفه ذا اللي ترجمتها بتكون الالف واللام، وبتجيب بعدها صفه وبتضيف للصفه دي اي اس تي. فانت مع المقارنه كنت بتضيف اي ار بعدين كلمه ذان، مع التفضيل بتحط ذا قبل الصفه وبعدها بتحط اي اس تي. فاقول لك يو ار ذا سمارتست اوف اول يور فريندز، انت الاذكى من بين جميع اصدقائك. You are the smartest، أنت الأذكى. هنا ما بقولش أذكى من، أنا بقول الأذكى، وبالتالي the صفة EST. كلمة of all معناها من بين، وهناخد عليها ملاحظة بعد شوي. مثال كمان، she is the youngest girl here، هي أصغر بنت هنا. شايف هنا younger than معناها أصغر من، بجيب بعدها الطرف الثاني من المقارنة، إنما the youngest معناها الأصغر. She is the youngest girl here، هي أصغر بنت هنا، صفة EST، ذا صفة برضو EST. ده كده هو الشكل العادي والطبيعي للمقارنة والتفضيل. طيب لو جيت حطيت لك كلمة أو صفة زي كلمة complicated اللي معناها معقد، complicated صفة بمعنى معقد، حولها لي أنت لصفة مقارنة وأسلوب مقارنة، وحولها لي برضو لأسلوب تفضيل. الإجابة هحط ER لدي مع المقارنة وأحط لها EST مع التفضيل. الإجابة غلط. ليه غلط؟ لأن دي حاجة اسمها صفة طويلة، يعني صفة لما تحولها لمقارنة أو تفضيل ما ينفعش تضيف لها أي حاجة، لا ER ولا EST، علشان النطق بتاعها بيكون صعب. فجرب كده تحط EST فتبقى complicated، مش هتعرف تنطقها، فما ينفعش تحط لها حاجة لا ER ولا EST. طيب نتصرف إزاي؟ ساعتها بنبدأ إن احنا ناخد قاعدة جديدة أو شكل جديد للمقارنة والتفضيل، وهو عن طريق إن انت بتجيب كلمة قبل الصفة الطويلة بتاعتك دي، فبتكون كلمة more لو عايز تقول أكثر، وبتكون كلمة less لو عايز تقول أقل. الصفة الطويلة بتاعتك ما بينفعش تحط لها ER، فأنت بتشيل الـ ER دي وبتحط مكانها كلمة more أو كلمة less قبل الصفة بتاعتك. كلمة more معناها أكثر، كلمة less معناها أقل، بتجيب بعدهم الصفة الطويلة، بعد كده كلمة than زي ما هي. بالنسبة للتفضيل فأنت بتعمل نفس الموضوع، بس the بتفضل موجودة، وقبل الصفة الطويلة بتاعتك بدل الـ EST بتيجي حاطط most لو عايز تقول الأكثر، وبتحط least لو عايز تقول الأقل. فذا most زائد صفة طويلة، ده كده أسلوب التفضيل مع الصفات الطويلة اللي ما ينفعش أحط لها EST. The least وصفة طويلة برضو ده أسلوب تفضيل، بس ترجمته الأقل، هو الأقل في الصفة دي أو الأكثر في الصفة دي. ومن الحاجات اللي ممكن تميز لك الصفات الطويلة هي إن أنت هتلاقي آخرها حاجة من دول. أي كلمة بتنتهي بواحد من دول الكلمة دي عبارة عن صفة، ومش أي صفة، الكلمة دي عبارة عن صفة طويلة. زي مثلا excited معناها متحمس، helpful معناها متعاون، careless معناها مهمل، reliable معناها يعتمد عليه. أي مقطع من دول تلاقيه في نهاية الكلمة تعرف إنها عبارة عن صفة طويلة، وبالتالي تستخدم معاها الطريقة دي أو الطريقة دي لما تحب تعمل مقارنة وتفضيل. تعال ناخد مثال. I hope this grammar، أنا آمل إن هذه القاعدة، is less complicated than you expected، أقل تعقيدا مما كنت تعتقد. أقل تعقيدا، كلمة less الصفة بتاعتي، بعد كده كلمة than، وكلمة than زي ما اتفقنا بجيب بعدها الطرف الثاني من المقارنة اللي بيكون يا إما عبارة عن اسم يا إما جملة كاملة، فبتاخد هنا less complicated than، أقل تعقيدا من. مثال كمان، she is the most complicated girl I have ever met، دي اكتر بنت معقدة انا قابلتها في حياتي. هنا عندك the most، بعد كده الصفة بتاعتك، الصفة الطويلة بتاعتك، the most complicated الاكثر تعقيدا. وهنا انا معلمك على كلمة ever تيجي مع المضارع التام لما يكون قبلها اسلوب تفضيل، فبتجيب اسلوب تفضيل هنا الاول، بعد كده جملة مضارع تام يعني have او has وفعل في الصرف الثالث، وقبل الفعل اللي في التصريف الثالث ده بتحط لي كلمة ever ترجمتها على الإطلاق. فI أو she is the most complicated girl I have ever met، هي أكتر بنت معقدة قابلتها على الإطلاق. فلما تلاقي ever مع مضارع تام قبلها بتاخد أسلوب تفضيل. مثال كمان، no one is more complicated than her، مفيش حد أكتر تعقيدا منها. no one هو الفعل بتاعي، more صفة طويلة، than الهير دي ده عبارة عن ضمير مفعول بيحل محل الاسم، الضمير بيحل محل الاسم، فعادي انك تلاقي بعد زين ضمير او اسم، الاتنين نفس الحاجة. تعال بقى اقول لك على كم ملحوظة مهمين. اول ملحوظة، كلمة less انا كاتب لك ان انا بجيب بعدها صفة،
مش كاتب ان انا بجيب بعدها صفه طويله. ايش معنى؟ لان كلمه لسه بجيب بعدها اي صفه سواء طويله او قصيره، والصفه دي بتكون في شكلها الطبيعي، لا بيكون اخرها اي ار ولا بيكون اخرها اي اس تي. كلمه لس بجيب بعدها صفه عاديه بغض النظر عن الصفه دي اذا كانت قصيره او طويله، فاقول لك summer is less cold than winter، الصيف اقل بروده من الشتاء. هنا كلمه لس انا جايب بعدها صفه في شكلها العادي، لا مقارنه ولا تفضيل، وما يهمنيش الصفه اللي بعد كلمه لس صفه طويله ولا قصيره. من الحاجات برضو المهمه اللي بتعرفك انك محتاج اسلوب مقارنه هي التعبير no one او nobody. no one او nobody معناهم لا احد، ودول انا باخد معهم اسلوب مقارنه زي المثال اللي اخدناه من شويه اللي هو ده no one، اخدت معها اسلوب مقارنه. فلو بتتكلم على no one او nobody كده انت بتتكلم على اسلوب مقارنه. تاني حاجه، لما انت بتقارن ما بين شخصين بتقول ده مثلا اذكى من ده، ده اطول من ده، ده اصغر من ده، هنا انت عملت مقارنه، قلت لي ان ده اطول واذكى من الشخص التاني. طيب بقد ايه؟ هل الفرق ما بينهم فرق كبير ولا فرق صغير ولا قريبين قوي من بعض؟ انت ما حددتليش مدى الاختلاف في الصفه اللي انا بقارن بيها. فهو لما يحب يحدد مدى الاختلاف ما بين الطرفين اللي انا بقارن بينهم هيجيب لك قبل اسلوب المقارنه كلمات زي ماتش وفار وايفن وسلايتلي وابت والتل. ماتش وفار وايفن دول انا بستخدمهم قبل اسلوب المقارنه لما احب اقول ان الفرق ما بين الطرفين بتوعي فرق كبير، ولو الفرق صغير بستخدم سلايتلي وابت والتل. الترجمه ما تفرقش معاك مين فيهم بيكون اعلى من التاني، برضو ما تفرقش معاك. اللي يفرق معاك دلوقتي ان اي كلمه من السته دول لازم تجيب بعدها اسلوب مقارنه، ما ينفعش ابدا يكون اسلوب تفضيل. وخلي بالك بقول لك ان دول بجيب بعدهم اسلوب مقارنه كامل، يعني انت بتكون اسلوب المقارنه بتاعك كامل بعد كده تبدا تضيف واحده من دول. انما مثلا لو قلت لك فار تشيب، هل دي كده اسلوب مقارنه؟ امسح كلمه فار، امسحها خالص وابدا اشوف. كلمه شيب معناها رخيص، هي عباره عن صفه قصيره، فلما تكون مقارنه هتبقى cheaper than. فلو لقيتها far cheap بس تعرف انها لا اسلوب مقارنه ولا اسلوب تفضيل ولا ينفع اصلا تختارها في اي حاجه. فاي كلمه من دول بيجي بعدها اسلوب مقارنه كامل. لو لقيت جاي بعدها صفه عاديه لا فيها er ولا معاها مور ولا less تعرف ان الاختيار ده غلط. برضو من الحاجات اللي بتاخدها مع التفضيل او اسلوب التفضيل هو التعبير of all اللي ترجمته من بين كل. of all ترجمتها من بين كل، دي باخد معاها اسلوب تفضيل عشان انا بقول لك الشخص ده هو اعلى في صفه معينه او الاعلى في صفه معينه من بين كل، من بين كل الاشخاص، من بين كل المتنافسين، من بين كل المتسابقين، ايا كان. المهم ده كلمه of all بتعرفك انك محتاج اسلوب تفضيل، زيها زي حرف الجر ان لما تجيب بعد مكان in the house in the company in the world، لما تلاقي كلمه ان جاي بعدها مكان تعرف برضو انك هنا محتاج اسلوب تفضيل. كل الصفات بينطبق عليها الموضوع ده، كل الصفات بتحط لها er than او more وless عشان تعمل مقارنه، بتحط لها est او most وleast علشان تعمل اسلوب تفضيل، الا مجموعه صفات بيكون اسمهم الصفات الشاذه. ليه اسمهم الصفات الشاذه؟ علشان ما لهمش قاعده معينه، مش بيمشوا بحته er ولا بحته المور والليس ده في المقارنه، ولا بيمشوا في الموست والليست والاي اس تي لو بنتكلم على تفضيل. هم ليهم طريقه ثابته او شكل ثابت احنا بنحفظهم بيه، والشكل ده بيكون هو الشكل بتاعهم في المقارنه وفي التفضيل. الصفات دول هم خمس صفات او ست صفات. جود معناها جيد، المقارنه منها بتكون بيتر ذان افضل من، ذا بيست بيكون ترجمتها الافضل، دي مقارنه ودي تفضيل. لما تحب تقول افضل من بتختار بيتر ذان، لما تحب تقول الافضل بتقول ذا بيست، لما تحب تقول سيء الصفه العاديه بتختار باد، وورست ذان ترجمتها اسوا من، والاسوا ترجمتها ذا وورست. عندنا ليتل معناها قليل، ليس ذان معناها اقل من، وذا ليست معناها الاقل. عندنا ميني وماتش الاثنين ترجمتهم كثير، واحده مع اسم معدود بيتعدى لمفرد وجمع، واحده مع اسم غير معدود دي حتى بره ما تهمكش دلوقتي. المهم ان الاثنين دول لما تحب تقول اكثر من، اسلوب المقارنه بتاعك كله يكون عباره عن كلمه بس اكثر من، ساعتها بتقول more than. لما تحب تقول الاكثر بتاخد the most. عندنا كلمه far ترجمتها بعيد، لما تحب تقول ابعد من مقارنه بتقول farther او further than، ولما تحب تقول الابعد بتقول the farthest او furthest. الاثنين ليهم نفس الترجمه،
وكلمة فوردر دي كلمة فوردر بس مش فوردر، ترجمتها برضو ممكن تكون إضافي، وساعتها مش بتكون أسلوب مقارنة، بتكون عبارة عن صفة عادية، وهتلاقي بعدها اسم عادة. فقول لك I need further information، أنا أحتاج معلومات إضافية، further details تفاصيل إضافية أو تفاصيل زيادة. فلما تحب تقول إضافي أو زائد بتختار كلمة further بس مش further، وساعتها بتكون صفة عادية وبالتالي مش بتحتاج بعدها كلمة زائد. تعالى ناخد مثال I studied more than you، أنا ذاكرت أكثر منك، أنا ذاكرت أكثر منك. الفعل studied ذاكرة، و more than معناها أكثر منك أو أكثر من. هنا في الترجمة أنا ما بقولش أكثر صفة معينة من، لا أنا بتكلم على فعل، أنا عملت الفعل ده أكتر منك. فسواء أكتر أو أقل، لما يكون عندك فعل كده وعايز تقول إن أنت عملت الفعل ده أكتر من شخص تاني أو عملته أقل من شخص تاني، بتستخدم more than أو less than. بعد كده عندنا في تعبير مهم، اللي هو بيكون عبارة عن the زائد صفة مقارنة، بعد كده الجملة بتخلص بتحط لي كومة وبتجيب لي تاني the وصفة مقارنة. التعبير ده المشكلة فيه ان انت متعود ان the بتيجي مع اسلوب التفضيل، the صفة est او the most او the least. ده من الحالات الشاذة اللي انا ممكن اصطدم معها the اللي هي اداة المعرفة مع اسلوب المقارنة، وترجمته بتكون كلما بتعمل الفعل اللي هنا اكتر، كلما الفعل اللي هنا برضو بيتعمل اكتر او بيزيد. كمثال the more you study، كلما ذكرت اكتر، the higher marks you get، كلما حصلت على درجات أعلى. هنا the كلمة more اللي هي أسلوب مقارنة اللي هي دي أهي، بس من غير than مش محتاج than. وعندنا بعد كده higher عبارة عن high معناها عالي، وحطت لها ER فبقت أعلى، the higher marks you get، كلما حصلت على درجات أعلى. وخلي بالك إن في التطبيق ده أو في الأسلوب ده عادة مش بنستخدم كلمة than، مش بنستخدم than مع التعبير كلما، فهتلاقي ان هو في طرف جايب لك واحده من دي او جايب لك دي، ومطلوب منك انك تختار التانية. فلما تلاقي the هو جايب لك the وبعدها صفه مقارنه، صفه er او more وصفه او less وصفه، تعرف كده انك في الناحيه التانية برضو هتاخد اسلوب مقارنه. الحاله التانية اللي ممكن تاخد معاها the مع اسلوب المقارنه هو لما يجيب لك عدد في الجمله والعدد ده يكون 2، المقارنة هي ما بين طرفين، خلاص طرف وطرف. فلو قال لك هو ان هو مثلا هي the younger of two brothers، هو الاصغر ما بين اخوين، هنا بيتكلم عن two اتنين بس يعني طرفين، والتالي ده ممكن يتحسب مقارنة. انما هنا الاتنين دول لو كانوا ثلاثة اكتر من اتنين كده انت حولتها لتفضيل. فلما يقول لك two، لما يجيب لك عدد two اتنين حتى لو في the، تاخد برضو اسلوب مقارنة مش اسلوب تفضيل. ده كده المقارنة والتفضيل وكل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها عنه. الجزئية الاخيرة في الفيديو النهاردة هي جزئية المساواة. يعني ايه مساواة؟ يعني انا قلت لك ان لو في اختلاف في صفة معينة ما بين طرفين بعمل مقارنة، لو بقى في طرف واطراف كتير تانية قصاده انا بفضله عليهم، ده كده بيتحول لتفضيل. طيب لو عندي طرف وطرف تاني والطرفين الاتنين قد بعض بالظبط، مفيش حد منهم احسن من التاني، ساعتها بتصطدم حاجة اسمها المساواة. المساواة بيكون ليها طريقة ثابتة وسهلة في الحل، هي as زائد صفة عادية زائد كلمة as. as صفة عادية، as صفة عادية معناها انها لا هتكون مقارنة ولا تفضيل، لا اخرها er ولا اخرها كلمة او تعبير est. صفة عادية يعني لا معاها more ولا معاها less ولا معاها er ولا معاها est، مش معاها اي حاجة، صفة عادية في الشكل العادي بتاعها. فاقول لك he is as good as you، هو جيد مثلك، انت الاثنين قد بعض بالظبط. الملحوظه الثانيه اللي تعرفها في حته المساواه هي لما باجي انفيها، لما بتيجي تنفي الصفه اللي مع اسلوب المساواه اللي هو as صفه عاديه as، ساعتها as دي ممكن تتحول لكلمه so. وخلي بالك بقول لك ممكن، يعني لو فضلت as صح، لو كات او تحولت لso برضو صح. فانا ينفع اقول he isn't as good as you، هو ليس جيد مثلك، وينفع برضو اقول he isn't so good as you، هو ليس برضو جيدا او جيد جدا زيك. سواء سو او از في النفي الاثنين ينفعوا، وانا بتكلم على از الاولانيه بس، انما از الثانيه بتفضل زي ما هي. وبرضو عشان تعرف
لما حته المساواه بتتنفي معناها ان الطرف الثاني هو الاعلى في الصفه اللي عندك. فالصفه اللي عندك هي جود معناها جيد، وهي منفيه يبقى الطرف الثاني هو الاعلى في الصفه دي. هي از نوت سو جود از يو، هو ليس جيدا مثلك، معناها ان انت الطرف الثاني اعلى في الصفه دي، يعني انت احسن منه او بتشتغل احسن منه. دي كده حته المساواه ما فيهاش حاجه. وفي تعبير كده ممكن تقابله في اي حته، اللي هو بدل ما تستخدم صفه هتستخدم اسم علشان تعمل مساواه، فبتستخدم التعبير ذا سيم اسم از بدل از وصفه عاديه، بتختار او بتستخدم ذا سيم اسم. ذا سيم معناها نفس، فاقول لك هي از ذا سيم ايج از يو، هو بنفس سنك او في نفس سنك. فلو لقيت از بتاخد بعدها صفه واز، لو لقيت ذا سيم اللي معناها نفس او ترجمتها نفس بتاخد بعدها اسم. The same age، نفس السن. اخر حاجة عايزين نتكلم عنها النهاردة هي الفرق بين كلمة elder وكلمة older. كلمة elder وكلمة older الاتنين ترجمتهم اكبر سنا، اكبر سنا من كلمة elder وكلمة older الاتنين ترجمتهم اكبر سنا من، الاتنين بيعبروا عن السن، صفات مقارنة مع السن، بس في شوية اختلافات ما بينهم. الاختلاف الاول ان اولا كلمة older دي بتجمع كلمة than، older صفة مقارنة عادية بستخدم معها than، ممكن استخدم معها than عادي، وممكن استخدمها مع الأشياء عشان أقول إن الشيء ده أقدم من شيء تاني. كلمة older ممكن تيجي بمعنى أكبر سنا، وممكن تيجي بمعنى قديم، فيبقى أقدم من، استخدمها كأسلوب مقارنة مع الأشياء علشان أقول إن الشيء ده أقدم من الشيء التاني. أما كلمة elder، فكلمة elder مش بتاخد than، كلمة elder مش بتاخد than، وكمان كلمة elder بتيجي بمعنى أكبر سنا فقط. يعني لو عايز تقارن بين حاجتين هتقول إن دي أقدم من دي، لا ما ينفعش، كلمة elder دايما تيجي بمعنى أكبر سنا. وعادة كلمة elder دي إحنا بنستخدمها مع أفراد العيلة، يعني عايز تقول أخوك الأكبر، أختك الأصغر كده، مع أفراد العيلة بتاخد كلمة elder، وزي ما اتفقنا مش باخد معاها كلمة than. فأقول لك my brother is older than me، أخويا أكبر مني، أو أقول لك مثلا he is my older brother أو he is my elder brother. هنا كلمة elder ما استخدمتش معها than، وكلمة older استخدمت معها than عادي. هنا أنا قايل مرة older ومرة elder، الاتنين صح، لكن بما أننا بتكلم على أفراد عيلة my brother أخويا، بالتالي دي الأصح. لما جيلك في الاختيارات أفراد العيلة اختار elder مش older، وما تختارش than مع كلمة elder. لما تلاقي كلمة elder ما تاخدش معاها than. دي كده كانت اخر ملحوظة معنا، اتمنى ان الدنيا تكون وضحت معاك شوية. لو عندك اي مشكلة حاول تكتبها لي في الكومنتات او تتواصل معي على الفيسبوك. اعمل شير الفيديو مع اي حد شايف انه ممكن يستفيد منه. شكرا ليكم، وشوفوا ان شاء الله الفيديو اللي جاي.